حاجة جميلة، كل حاجة حلوة، وكلامي للناس الطيبة، كلامي للجدعان للطيبين. وابدأ بكلمة دينية زي ما احنا بنتعود في كل حلقة، فما ظنكم برب العالمين. يقول ابن مسعود: قسما بالله ما ظن أحد بالله ظنا إلا أعطاه ما يظن، وذلك لأن الفضل كله بيد الله. يا رب إنا نظن بك غفرانك وعفوك وتوفيقك يا رب، ونصرا وثباتا وتيسيرا، سعادة ورزق، شفاء وحسن خاتمة، وتوبة نصوحا وعتقا من النار. فما ظنكم برب العالمين، الآية القرآنية: سبحانك يا رب يا واسع الفضل والعطاء. قبل ما أبدأ، في واحد كان كاتب نصيحة عجبتني قوي، يقول لك قبل ما تنام تكلم ربنا. في ناس متخيلة انك تكلم ربنا في الصلاة بس، لا، دي جملة خليها تبقى عادية. ممكن تكلم ربنا وانت ماشي، وانت قاعد، لو انت لوحدك، لو وسط الناس، لو انت على سفر، تكلم مع ربنا وتستخيره كده، وتقول له انت بتعمل ايه، وتقول له على الخطة اللي انت غيرتها، تقول له على حاجة ضايقتك، تتكلم مع ربنا، تفضفض. الكلام مع ربنا ليه قدسية وليه حاجة جميلة، تحسسك بارتياح، وفي نفس الوقت حاجة مضايق منها تقول لربنا، وكمان تحكي وتشتكي وتدعي، لأن الدعاء بيغير القدر. عاوز أعلمك وأعلم نفسي، قبل ما تنام 5 دقايق يا رب بينك وبين نفسك مع ربنا، تقول له ده ضايقني، بشكو إليك اللي ظلمني، اللي قال عليا، اللي كذا، عندي ضيق في الرزق، ضيق في العمل، الناس بيقولوا كذا، ناس يعني ظلموك، عملوا معاك أي حاجة. أنت كل التفاصيل دي تقولها لربنا، هتلاقي نفسك مستريح. تخيل أنت بتحب واحد وتكلمه وتقول له أنا حصل لي كذا وكذا، تفضفض معاه، فما بالك بقى فما ظنكم برب العالمين. زي ما بدأت تقول يا رب، عشان كده أنا بكلم ربنا في الحلقة دي، وقال له ربنا يلطف بينا ويسترنا ويكرمنا، وفي بلدنا نشوف الخير والطيبة والرحمة، والناس تهدى ونرجع. مش عايز اتكلم على ما يحدث من اشياء تعجبك او ما تعجبكش، حاجات غليت، حاجات رخصت، لكن احنا تعودنا على الصبر، على الكفاح، وايضا ربنا ما بيخذلناش. وابدأ اول فقرة، انتوا معاك اغنيه دينيه يا جماعه ولا نكمل على طول ولا ايه؟ معاك اغنيه دينيه؟ نكمل على طول، ماشي، مش في سكريبت. اللي حصل في الشهور الاخيره، بقولها كل حلقه خلي بالكم، ان قدر وكتب لمصر انه في هذه الشهور، تبدا من شهر، بدايه من شهر 10 او في نهايه شهر 9، تشوف الجفاف، الميه تقل من اثيوبيا، بالتالي السودان، وتشوف بقى تتحصر شهر 9 و10 و11 و12. لكن بركة ربنا ان جات لك مية بزيادة كمان، يعني انت جات لك مية بزيادة، جات لك مية. وكان الدكتور أسامة الظاهر من وزارة الري في 90 دقيقة قبل اللقاء، كان بيتكلم على استعدادات وزارة الري للمية زيادة اللي جاية. في حكمة أرجو للجميع، العدو قبل الحبيب، اللي بره اللي عمال يخطط لخراب مصر، خدوا الحكمة مما حدث في موضوع المياه. خططتم ودفعتم انه أول سنة مش هتيجي مية، المية جت بزيادة. عشان كده الشكر موصول لكل المسؤولين، والشكر لوزارة الري هي اللي ماسكة المرحلة دلوقتي. الحاجات اللي عملتها بالإضافة للمشروع الكبير بتاع تبطين الترع، ولكن كمية القناطر ما تم بنائها وتشكي قبل كده، والسد العالي، والمشروع اللي بتشوفوه دلوقتي من أعظم مشاريع اللي تغير وجه الحياة في مصر. وعيد تاني، هولندا بتعتمد على هذه الترع في طبيعتها وجمالها. نرجو أن يستكمل هذا المشروع مع وزارة الثقافة وشباب الرياضة والزراعة، متنزهات وأشجار وورود، أشجار مثمرة، ما يبقاش كده. هذا المشروع مشروع جميل، وأكرر التحية لوزارة الري. وكمان العربية اللي طلعت في بعض المناطق في البحيرة اللي هم زارعين على طرح النهر، وتقول لهم خلي بالكم، العربية اللي نزلت في برامج كتير، تقول لهم خلي بالكم السيل والمية تبقى زيادة على طرح النهر.